أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الأنعام في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع من يستمع إليها من المسلمين. واليوم درسنا سيكون بإذن الله عز وجل في مقدمات هذه السورة، ثم ندخل إليها بإذن الله جل وعلا. هذه السورة، سورة الأنعام، سورة مكية. من يقرأها ويتأمل آياتها يعلم أنها سورة مكية. وهذه السورة ذكر كثير من المفسرين أنها نزلت جملة واحدة، والروايات في ذلك كثير منها لا تثبت أسانيده، ولكنه مشتهر في كتب التفسير. وقد اختلف في بعض آياتها هل هو مدني أو لا، لكن الجملة من السورة أو أكثر هذه السورة بلا شك مكي. وهذه السورة نستطيع أن نقول إنها سورة المجادلة مع المشركين، فهي السورة التي قررت التوحيد بالأدلة وأقامت الحجة على المشركين، وجاءت بكثير من شبهاتهم وأعمالهم وعقائدهم الباطلة، وفندتها تفنيدا تاما. ولذلك لا يستغني من يجادل أهل الكفر والإلحاد والشرك والزندقة عن أسلوب هذه السورة ومعانيها وما فيها من الحجج والبراهين التي تزلزل ذلك الشرك وترده وتدفعه بإذن الله عز وجل. هذه السورة الكريمة هي أول سورة مكية من السور الطوال السبع، وهي سورة مكية بعد 4 سور مدنية: سورة البقرة، وسورة آل عمران، سورة النساء، وسورة المائدة. وجاءت هذه السورة مفتتحة بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله افتتحت بها 5 سور من كتاب الله عز وجل: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر. ولاحظوا أن افتتاح 5 سور يعني أنها قطعت على وتر ولم تأتي شفعا، فجاءت 5 سور، وهذا عدد وتري وليس عددا زوجيا. وهذا يبين أن غالب التسبيح والتحميد يكون وترا، والله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وتر يحب الوتر. هذه السورة الكريمة تعرضت لقضايا كثيرة جدا، وكان من قضاياها قضية الأنعام ونعمة الله على العباد فيها، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ثم قال: ومن الأنعام حمولة وفرشة، ثم قال: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، ثم ذكر بعد ذلك: من الإبل 2 ومن البقر 2. ومن هنا أخذ اسم هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام. وهذه السورة وجوه المناسبة بينها وبين سورة المائدة كثيرة، لعلنا نقتصر منها على 2. الأول أن سورة المائدة
جاءت لجدال أهل الكتاب في كفرهم وشركهم وعتوهم واقتراحهم على أنبيائهم وكثير من باطلهم، بل في سبهم لله جل وعلا عندما قالوا يد الله مغلولة، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا عزير ابن الله، وغير ذلك مما قالوا. فهذه السورة، سورة المائدة، في جدال أهل الكتاب، وسورة الأنعام في جدال المشركين وإبطال حججهم وإقامة الحجة عليهم بالتوحيد. الثاني أن سورة المائدة ذكر فيها قضية تحريم ما أحل الله عز وجل، وقد ذكر ذلك الله عز وجل في الآيات الواردة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وفي سورة الأنعام جاء الحديث عن قضية تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله عز وجل باستفاضة في هذه السورة، بل إن كثيرا من عادات المشركين وكثيرا من قوانينهم وشرائعهم التي شرعوها لأنفسهم لم تذكر كما ذكرت في هذه السورة. انظر مثلا قوله عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قوله بعد ذلك: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، إلى آخر تلك الآيات التي ذكر فيها ما كان المشركون يفعلونه ويفترونه من تحريم ما أحل الله والاعتداء على حق الرب سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم. هذه السورة افتتحت بقوله عز وجل: الحمد لله. فما معنى الحمد؟ الحمد كما يقول العلماء هو وصف الله أو وصف الممدوح بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فإذا وصفت من تمدحه وتثني عليه وتذكره بخير بصفات كمال وأنت تحبه وتعظمه فهذا يسمى عند العرب حمدا. وهو بهذا يختلف عن المدح، فالمدح لا يلزم فيه أن يكون المحمود محبوبا ولا معظما، كما لو تقول: هذا الكرسي أو هذه الطاولة جميلة وطيبة ومستوية وقوية وصلبة، هذه أوصاف مدح، لكن ليس بيني وبين هذا الجهاز أو هذه الآلة لا محبة ولا تعظيم، ولذلك يسمى هذا مدحا ولا يسمى حمدا. إذن فالحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله عز وجل، الحمد كله شاملا كاملا لا يكون إلا لله، وما كان لغيره من الحمد فإنما هو حمد ناقص وبحسب ذلك الشخص الذي يحمد أو يمدح. قال واصفا نفسه سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، خلقهما بأمره وقدرته وتدبيره سبحانه وتعالى، وبالكلمة كن فيكون. وهنا يقول العلماء: هل قوله الحمد لله
إعلام يراد به الإيمان أن نؤمن بذلك، أو يراد به أن نثني على الله بذلك؟ نحن نقول لا مانع أن يكون قوله الحمد لله إعلام يراد به أن يؤمن الناس بذلك وأن يثنوا على الله بذلك، إذ لا تعارض بين هذين المعنيين. قال: الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق، وجعل تأتي في القرآن بمعنى خلق وبمعنى صير وبمعنى شرع، فهي بمعنى خلق كما هنا، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، وبمعنى صير جعلنا الليل لباسا أي صيرنا الليل لباسا، وبمعنى شرع ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أي ما شرع. وبهذا يعرف أن بعض الكلمات في القرآن تأتي بلفظ واحد لكن على معان متعددة بحسب السياق، ومن جعل معناها واحدا فقد أراد بذلك التلبيس، يعني أن يجعلها بمعنى خلق كما يفعل بعض المعتزلة، يريدون بذلك أن يحملوا الآيات التي وردت في وصف القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يفسرونها إنا خلقناه، فهذا من تأويلهم الباطل وتلبيسهم في معاني كتاب الله عز وجل، وإلا فإن هذا من الوجوه أو من الكلمات التي تأتي على وجوه متعددة في القرآن الكريم. قال: وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات ووحد النور، لأن النور واحد لا يكون إلا من الله، وأما الظلمات فأسبابها متعددة. قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أنه هو الذي خلق وهو الذي أنشأ وجعل، ومع ذلك يأتي الذين كفروا فيعدلون مع الله غيره، أي يسوون غير الله به، وهذا من شركهم وباطلهم. وهذه الكلمة في هذه السورة تبين عن موضوع السورة، لأن السورة في مناقشة هؤلاء المشركين ومجادلتهم. قال الله عز وجل مبينا مزيدا من الآيات الدالة على وحدانيته: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. هو الذي خلقكم من طين، وذلك بخلق أبينا آدم، خلقه من تراب ثم هذا التراب سكب عليه ماء فصار طينا، ثم لبث فترة حتى تغير فصار حمأ مسنونا، ثم يبس فصار صلصالا كالفخار، ثم تشكل هذا التشكيل الذي أراد الله عز وجل أن يكون عليه أبونا آدم، ثم نفخ فيه من روحه، فهو سبحانه وتعالى سواه بيده ونفخ فيه من روحه. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم، أي خلق أباكم، من طين، وإلا نحن خلقنا من السلالة، سلالة من ماء مهين. قال: ثم قضى أجلا، وهو الموت الذي قدر علينا، وأجل مسمى عنده وهو قيام القيامة وقيام الساعة، لكن هذا عنده لا يعلمه إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، فيأتي الجواب من الله عز وجل: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بعده. قال: وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، أي تشكون وتكذبون بالبعث الذي أخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم بربهم يعدلون وهم بالبعث يمترون. وهذه من أعظم ألوان كفر الكفار، أشركوا مع الله وكذبوا اليوم الآخر ولم يصدقوه. قال الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الإله المعبود في السماوات والإله المعبود في الأرض، كما قال في سورة الزخرف:
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله معبود في السماء وإله معبود في الأرض. وبعض المفسرين حمل هذه الآية على وجه آخر قال وهو الله في السماوات، يعني وهو الإله في السماوات لأنه في العلو جل وعلا، فالعلو ثابت لله جل وعلا، ثابت لله علو القدر والقهر وعلو الذات، وهذه الثلاثة يثبتها أهل السنة جميعا ولا ينفون شيئا منها. وأما أهل البدع فإنهم يثبتون علو القدر والقهر وينفون علو الذات، وعلو الذات قد ثبت بأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا بدليل الفطرة والعقل. قال الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، القول الأول يعني وهو الإله المعبود في السماوات وهو الإله المعبود في الأرض، وهذا حق. القول الثاني وهو الله في السماوات، يعني الإله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي كلمة في الأرض هذه متعلقة بما بعدها، يعني في الأرض يعلم سركم وجهركم، مع أنه عال في سماواته إلا أنه لا تخفى عليه من أمر عباده خافية. الثالث وهو الله مبتدأ وخبر في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم سر عباده وجهرهم سواء كانوا في السماوات أو كانوا في الأرض. وهذه الثلاثة الأقوال من اختلاف التنوع، لأنه يجوز حمل الآية عليها جميعا، ولكل واحد منها من هذه الأقوال ما يشهد له من آيات القرآن الكريم. قال الله عز وجل يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لاحظوا معي يا إخواني أنه جعل يعلم سركم مع قوله وجهركم، ليبين أن علم الله للسر كعلمه للجهر، وإلا فإنه يمكن أن يقول قائل إذا كان الله يعلم سرنا فهو يعلم جهرنا فلماذا يذكره؟ فالله عز وجل بيّن أنه يعلم السر ويعلم الجهر، وعلمه بالسر كعلمه بالجهر لا فرق بينهما، يختلفان بالنسبة للمخلوق لكنها بالنسبة لله عز وجل لا تختلف. قال الله عز وجل يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني ويعلم كل عمل تعملونه، سواء هذا العمل عملا قلبيا أو عملا لسانيا أو عملا بدنيا، سواء كان ذلك في وضح النهار أو كان ذلك في ظلمة الليل، سواء كان ذلك بين الناس أو كان في خلوة منهم، كل ذلك يعلمه الله عز وجل ويحصيه على العباد. قال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني ما تأتيهم من آية تنزل عليهم في كتاب الله عز وجل إلا أعرضوا عنها ولم يؤمنوا بها ولم يلقوا لها بالا، لأن الكبر قد غلف قلوبهم، ولأن الجهل قد صار دليلهم، ولأنهم أرادوا أن يتبعوا الآباء والأجداد ويقلدوهم فيما كانوا عليه دون أن ينظروا إلى حقائق الأدلة التي جاءت في القرآن وفي السنة. قال الله عز وجل فقد كذبوا بالحق لما جاءوا، كذبوا بالقرآن لما جاءوا، فهذا القرآن هو الحق الثابت الذي لا مرية فيه ولا مدفع له، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف يأتيهم عاقبة ذلك الشيء الذي كانوا يستهزئون به. ولذلك هم كانوا يستهزئون برسول الله ويستهزئون بالقرآن ويقولون سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين، والله عز وجل بهذه الآية يتوعدهم على هذه المقالة الخبيثة
المقالة التي لا تليق بكلام الله عز وجل ولا تليق بهذا الحق الثابت الذي لا مرية فيه. قال الله عز وجل مبينا لونا آخر من ألوان التهديد والوعيد لهم: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ ألم ينظروا كم أهلكنا قبلهم من أمة قد نزل بها عذاب الله عز وجل؟ كم كانوا كثيرين تلك الأمة التي نزل بها عذاب الله وأهلكت بسبب تكذيبها، فاحذروا أيها المشركون أن تسلكوا مسالكهم فينزل بكم من العذاب ما نزل بهم. قال: ألم يروا كم، هذه للتكثير، أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. مكناهم في الأرض يعني جعلنا لهم مكانا وتمكينا، فهم ذو مكان معتبر وذو تمكين أيضا في ذلك المكان، يستطيعون أن يبنوا القصور العالية والأبنية الفارهة ويفعلوا الأفاعيل، وعندهم من الملك والسلطان والقوة ما ليس عند غيرهم. قال: ومكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي فتحنا لهم أبواب السماء بالرزق وجعلنا لهم الأمطار الكثيرة، كل ذلك ليشكرون ولا يكفرون، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، يعني فكفروا بذلك كله ولم يشكروا نعمة الله كما تفعلون يا أهل مكة. قال: فأهلكناهم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. وهنا القرآن يعطينا قاعدة عظيمة جدا، وهي تعليق العقوبة بالسبب، بالذنب الذي وقع. لم يقع الهلاك هكذا سبهللا من غير شيء، بل إنه إنما وقع بسبب منكم أنتم أيها العباد. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي خلقنا أمة أخرى جاءت من بعدهم، وهكذا قرون متوالية يأتي بعضها إثر بعض، كثير منهم قد كذب وكثير منهم قد عوقب وقليل منهم من آمن وسلم ونجا وأفلح. قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لأنهم اقترحوا ذلك، ليش ما ينزل كتاب من السماء في كتاب كما أنزل على موسى؟ وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ويريدون هذا الكتاب ينزل من السماء في ألواح أو في رقاع أو في صحف فيلمسون هذا الكتاب بأيديهم إذا نزل من السماء. هذا اقتراح منهم، ولكن الله يعلم أن هذا الاقتراح إنما جاءوا به من أجل العناد ومن أجل مجرد يعني التمطيط وعدم يعني أو الاقتراح على رسول الله، دون أن يكون ذلك صادرا منهم بقصد الإيمان. ولذلك قال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني وليس فرأوه بأعينهم بل لمسوه لمسا، واللمس أبلغ من الرؤية. ومع ذلك لو نزل الكتاب من السماء ورأوه وهو ينزل ووضع بينهم في الأرض فلمسوه وفتحوه وقرأوا فيه لقالوا سحرنا محمد، فهذه الإجابة جاهزة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يقترحون اقتراحا آخر، ليه ما أنزل عليه ملك يكون معه يمشي معه ويذهب ويجي ويكون مصدقا له حتى نؤمن به؟ قال الله عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو أنزلنا ملكا كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا لنزل بهم العذاب وقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤخرون للتوبة. وهكذا كل أمة اقترحت آية فأوتيت آية كما اقترحت ثم لم تؤمن نزل بها العذاب، لأنها قد بلغت الغاية في التكذيب.
وهنا اقترحوا قالوا ليه ما ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم ملك يكون مصدقا له ونعلم به صحة نبوته؟ فقال الله عز وجل لو أنزلنا ملكا ثم لم تؤمنوا به لقضي الأمر نزل بكم العذاب ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤخرون. قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو جعلنا الذي ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا به ملكا لجعلنا هذا الملك في صورة رجل. لماذا؟ من أجل أن تروه، من أجل أن تتكلموا معه، لأن الملك بصورته الحقيقية لا تطيقون رؤيته ولا تستطيعون مخاطبته ومجالسته، فسيكون هذا سببا لأن يتشكل بصورة رجل. وإذا تشكل بصورة رجل قال وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو جاء بصورة رجل لقالوا هذا رجل وليس ملك. طيب الملك لا تطيقون أن تروه ولا تطيقون أن تتحدثوا إليه ويتحدث إليكم، فإذا جعلناه بصورة رجل قلتم هذا رجل وليس ملك، وإذا جعلناه بصورته الملائكية لم تستطيعوا ولم تجلسوا معه ولم تأخذوا منه ولم تنتفعوا به. ثم قال الله عز وجل مطمئنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يا محمد لا تظن أن هذا التكذيب والاستهزاء الذي لقيته من قومك خاص بك، بل كل الرسل الذين سبقوك قد حصل لهم ما حصل لك من الاستهزاء والتكذيب والرمي بهذه التهم العظيمة، ساحر وكاهن ومجنون وما جاء إلا بأساطير الأولين أو هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة إلى آخر ما قالوا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم الذي كانوا يستهزئون به، أنت تنزل أن تأتينا بالعذاب، ما عندك عذاب، أين العذاب الذي تعدنا به؟ فينزل بهم العذاب فلا يبقي منهم ولا يذر. يقول الله عز وجل مبينا للمشركين حقيقة هذه الآية المهددة قل يا محمد سيروا في الأرض، قل لهم سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، اضربوا في الأرض طولا وعرضا وانظروا إلى الأمم التي كذبت ماذا صنع الله بها، وكثير منها قريب منكم أنتم أيها العرب، فأنتم ترونهم وتعرفونهم وتبصرونهم وتدركون ما كان منهم. قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، أي قل لهم سائلا ومستعلما ومحتجا عليهم لمن ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض ملكه لمن، لمن يكون؟ إن لم يجيبوا فأجب، قل لله، هذه كلها ملك لله عز وجل هو الذي يتصرف فيها، إذن فما الذي يمنعكم أن تعبدوه؟ ما الذي يمنعكم أن تتوجهوا إليه؟ ما الذي يمنعكم أن تؤمنوا بالكتاب الذي أنزله على أنبيائه أو على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل لله، ثم يطمعهم ويرجيهم برحمته ويقول كتب على نفسه الرحمة، أي فرض على نفسه الرحمة، فأنتم متى آمنتم تاب عليكم وعفى عنكم ومسح ذنوبكم وتجاوز لكم ما كان منكم ولو كان شيئا عظيما. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني أنكم جميعا ستصيرون إلى الله وستجازون على كل ما صدر وبدر منكم، فإياكم إياكم أن تتهاونوا في هذا الأمر أو يعني تظنوا أنكم مخلدون في الدنيا. قال ليجمعنكم، أي والله، وهذه اللام تسمى اللام الموطئة للقسم، والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، اليوم الذي يقوم الناس فيه كلهم لرب العالمين، لا ريب فيه أي لا شك فيه، فإياكم أن يكون في قلوبكم شيء من الريب أو الشك أو الامتراء في أن ذلك اليوم كائن لا محالة،
قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كل من خسر نفسه فهو ممن لم يؤمن. فمن لم يؤمن لم يخسر ماله ولم يخسر أهله ولم يخسر دنياه، إنما خسر شيئا أعظم من ذلك كله. خسر ماذا؟ خسر نفسه التي بين جنبيه، وهذه أعظم خسارة يمنى بها إنسان، وهي خسارة الإنسان لنفسه، نسأل الله العافية والسلامة. لأن المال يعوض والأهل يأتي غيرهم، لكن النفس ما هو البديل لها؟ لا بديل. ولذلك الخاسر حقا الذي خسر نفسه هو من لم يؤمن، فمن لم يؤمن فإنه سيكب في العذاب كبا فيخسر نفسه. قال الله عز وجل مبينا جملة من دلائل قدرته الباهرة الدالة على وجوب توحيده وعلى عظمته، قال وله ما سكن في الليل والنهار. له كل شيء حل في الليل والنهار، كل ما سكن في الليل والنهار فهو له سبحانه وتعالى. وإن كان بأيديكم فإنه بأيديكم مثل العارية، اليوم بأيديكم وغدا بأيدي غيركم، واليوم بأيديكم وغدا تموتون وتدعونه لمن يأتي بعدكم، لكنه في الحقيقة ملك لله عز وجل. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يسمع كل شيء سمعا يليق بجلاله وعظمته، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. وهذه الآية فيها معنى التهديد لهؤلاء الذين كذبوا رسول الله واستهزأوا به واستنكفوا عن قبول التوحيد وقبول هذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا، يعني أغير الله أتخذ وليا أدعوه وأعبده وأجعله شريكا لله؟ كيف يكون ذلك؟ ما لهذا الغير من الحق حتى أصرف له شيئا من العبادة؟ ما له شيء؟ هذا الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض، ما تحرك فيهما وما سكن وما حل وما درج، كله لله. فيجب أن يصرف العمل والعبادة والخوف والتعظيم والخشية لله وحده. ولذلك قال قل أغير الله أتخذ وليا، لا يمكن ذلك. فاطر السماوات، هذه قوله فاطري بدل من قوله من لفظ الجلالة الله، قل أغير الله فاطري، فهي بدل منها. فاطر أي مبدع وخالق، الذي فطرهما وأبدعهما وخلقهما على غير مثال سابق. فاطر منشئهما وموجدهما من العدم، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم أي يرزق عباده، ولا يطعم أي لا يرزق من أحد، لأنه الغني عن كل أحد جل وعلا ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هذا هو الذي أمرني به ربي، أن أكون أول من يوحد الله ويستسلم له بالتوحيد ويذعن له ويقر له بالعبودية. هذه هي حقيقة الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. قال وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذا تحذير من الله لنبيه، كما أنه تحذير من الله لكل أنبيائه ألا يكونوا من المشركين. وسيأتي تأكيد هذا المعنى في قصة إبراهيم وما بعدها من الآيات التي تؤكد على أن الشرك محرم كله، وأن الله لم يأذن بشيء منه، وأنه من أعظم المحرمات. وفي آخر السورة قال الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأول المحرمات وأعظمها وأشدها هو الشرك بالله عز وجل. قال الله جل وعلا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا رسول الله أخاف لو أني عصيت ربي
أن يدركني عذاب يوم عظيم وهو عذاب يوم القيامة. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليكم أنتم أن تخافوا أكثر، وأن يكون في قلوبكم من الانتباه لما أنتم عليه وما وقعتم فيه من الشرك ومن معصية الله ومعصية رسوله ورد هذا الدين وعدم قبول هذا التوحيد. قال الله عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة من يصرف عنه، أي ذلك العذاب العظيم، يومئذ أي في يوم القيامة فقد رحمه. من صرف عنه العذاب في ذلك اليوم فذلك هو المرحوم. ولذلك من دعاء عباد الرحمن في سورة الفرقان: ربنا اصرف عنا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لاحظوا، اصرف عنا عذاب جهنم، أبعده عنا وباعد بيننا وبينه. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وفي قراءة من يصرف عنه، يعني من يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إذن فوز الإنسان يبدأ من صرف العذاب عنه ويكتمل بدخوله للجنة، وليس في الآخرة دار غير هذين الدارين، إما نار وإما جنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا عذاب جهنم وأن يدخلنا الجنة. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني إن يصبك شيء من الضر فإن هذا الضر لا يكشفه عنك أحد إلا الله، لأنه هو المتصرف في عباده، وهو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي بيده الأمر والخلق والتدبير، وهو الذي يقدر الأشياء ويوجد المقادير سبحانه وتعالى. ولذلك: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف ذلك الضر إلا هو سبحانه. وإن يمسسك بخير، أي يصبك بخير ويكون ذلك على وجه المس، يعني أقل خير، فهو على كل شيء قدير. يعني ما من شيء يكون في هذا العالم من نفع أو ضر، من خير أو شر، إلا وهو بأمر من الله سبحانه وتعالى وتدبير وتقدير منه. قال الله عز وجل مبينا عظمته وجليل قدرته: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أيضا من دلائل قدرته أنه القاهر فوق عباده، المتمكن منهم، المتصرف في شؤونهم، الذي لا يخرج عنه، عن ملكه أحد منهم، هو الذي قهرهم وأذلهم واستعبدهم وجعلهم عبيدا له، لا يستطيعون أن يخرجوا من قبضته ولا أن يتفلتوا من قدرته وإحاطته، وهو القاهر فوق عباده. وهذه فيها إثبات علو الله عز وجل على عباده. وقد قلنا مرارا أن علو الله عز وجل على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وبالفطرة والعقل، هذه أنواع الأدلة الخمسة قد ثبت بها العلو ثبوتا قطعيا، ولا يعرف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أنكر علو الله على خلقه. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الذي له الحكمة التامة وله الخبرة، والخبرة هي الدقة في العلم، ولذلك يقال لمن دق في علمه إنه خبير، يعني يعلم بواطن الأمور وخوافيها. فهو سبحانه وتعالى حكيم، يحكم ما يشاء، وذو حكمة في حكمه وأمره ونهيه وشرعه، ذو حكمة في شرعه وفي قدره. وهو سبحانه وتعالى الخبير الذي لا يخفى عليه خافية من أمر عباده. إذن فحكمته مقرونة بخبرة، وخبرته مقرونة بحكمة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا وهدى وتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.